كأني بهم عراهم
داود من مطلع بنذير طعن مشهودي لا تاس قلبي لا تاس قلبي فهل جراب عامرة بما أراه من اللأواء يشفيني. تساءل الحجر القدسي حين رأى رعبا تزايد في أحداق صهيوني، ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ أجلود الله قد حضرت من بعد أن هربت جند السلاطين؟ ماذا جرى؟ أجلود الله قد حضرت من بعد أن هربت جند السلاطين؟ بلى بلى، فهي ابشري يا قدس ملحمة ميدانها هو من خير الميادين. شكرا للشاعر الكبير الدكتور عبد الرحمن عبد الوفي الذي كرمنا بهذه القصيدة، وهو صاحب القصائد الطويلة والملاحم التي تتجاوز الألف بيت، ويسخر شعره. جزاه الله تعالى خيرا لخدمته قضايا الأمة. قبل أن أعطي الإخوة والأخوات المداخلات، أذكر بالمعرض الذي نقيمه في مدخل مركب الثقافي دعما للقضية الفلسطينية، ومنها هذا الكتاب الذي أشار إليه أستاذنا الفاضل المقرئ أفهم القضية الفلسطينية ليكون لي موقف. الأستاذ الفاضل سيكون له الشرف أن يوقع لمن اقتنى هذا الكتاب في آخر هذه المحاضرة. المداخلة الأولى يأتي التحية الغالية لكل الحضور، وتحية غالية لكل من سهر وقام من أجل القيام بتذكير المشاكل التي تعانيها فلسطين، وأيضا نشكر الأستاذ الذي ذكر بالتاريخ الأسود لليهود ولإسرائيل والجرائم التي يعاني منها الفلسطينيون. إذا هنا فقط كفكرة ليس وراءها انتقاد لشخص الأستاذ أو لأي شخص، بل فقط فكرة بريئة كما أقول. هذه الفكرة تتضمن أنه يجب على كل المسلمين عامة وكل العرب أن يقوموا بالانتقال من المحاربة السياسية وأيضا من المحاربة العاطفية إلى الانتقال للمحاربة العسكرية، أي أنه يجب علينا مساندة الإخوان والفلسطينيين بشكل عسكري، وأنا موجود شخصيا من أجل الذهاب للمحاربة. أعطونا سلاحا فقط من أجل فلسطين. فلسطين شبعت من الكلام السياسي وشبعت من التوقيعات والكلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. جاء وقت الحرب المسلحة والحرب، وإذا تكلمت عن الحرب فليس
باكستان والهند شرقا الى المغرب والجزائر غربا على اسرائيل اذا ما قامت. كانوا يتوقعون ان الامه بهذا الفوران وهذا الحماس يمكن ان تحدث حدث ارتباك دوليا، وبالتالي الاثمار ما بعد الحرب العالميه الثانيه تنقلب على الغانمين المنتصرين في هذه الحرب. هذه الروح التي تكلم بها هذا الشاب هي في العمق روح الامه، الامه كلها تؤمن بانه لا بد ان يفتك ما اخذ بالقوه بالقوه، وانه الذي لا يؤمن بلغه الحوار. هذه واحده شخصيه كانت تقول معك ولا ما تبقاش لي الدوز، هذه 15 عام خاصها تكون عندنا التيران ديال المرور، هذه 25 خاصنا نشوفوا المطار. ولكن عندما يقاتل الانسان في زمن البرودة، في زمن الغفلة، في زمن الذهول، في زمن الجزر، ماشي تمشي على المد، يركب المد. سيدنا النبي لما انكشف المسلمون في موقعة حنين، شو علامة الصدق للرسول صلى الله عليه وسلم؟ همز بغلته الشهداء وتقدم إلى الأمام وقد انكشف المسلمون جميعا، وهو يصرخ: أنا النبي لا كذب، أبا عبد المطلب. شكون كان ماسك باللجان ديال البرلمان اليمين؟ عمو العباس. طيب كما نشكركم الحضور الكريم على هذه على صبركم معنا، مره اخرى نذكركم بالمعرض الذي في مدخل الماركر الثقافي وقت تحدث الاستاذ الفاضل عن فتاوى اهل فلسطين لدعمنا في وقت الاستعمار، فان نرد التحيه لها فلتم خلوا على قضيتكم الاولى قضيه فلسطين بشراء هذه الكتب التي يعود ريعها الى الفلسطينيين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. امين. نسوء وظننا انفسنا واغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.